السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي أطفال كيجي، اشتقت لكم كثيرا وأنتظر لقاءكم قريبا بإذن الله. انظروا معي لهذه الصور التي مرت علينا سابقا، هيا نتهجأ حروفها ونقرأها. انظروا للصورة الأولى، إنها تاج. تاج، استمعوا لهذا الصوت، إنه صوت فتحة طويلة تمتد لأعلى. تا، إنه يكتب ألف ويسمى المد بالألف أو الألف الممدودة، تنطق فتحة طويلة لأعلى تاج، ويسبق هذا الألف الحرف الذي يسبقه عليه فتحة تاج. هيا بنا ننتقل للصورة الأخرى. ب، سمعتم؟ إنه نفس الصوت، إنه فتحة ممدودة لأعلى باب، إنه أيضا مد بالألف ويسبقه حرف الباء عليه فتحة. هيا للصورة التالية. حصان، أيضا كلمة حصان فيها مد بالألف بعد حرف الصاد الذي عليه فتحة. هل استمعتم لهذا الصوت؟ إنه فتحة ممدودة لأعلى حصان. حصان. هيا نرى الصورة القادمة، هل بها مد بالألف؟ جمال. جمال، نعم أيضا بها مد بالألف بعد حرف الميم الذي عليه فتحة. جمال، هل استمعتم لهذا الصوت؟ إنه فتحة ممدودة لأعلى جمال. هيا نرى آخر صورة. خيار. خيار، نعم أيضا هذه الكلمة فيها مد بالألف بعد حرف الياء الذي عليه فتحة. خيار، استمعتم؟ إنه فتحة ممدودة لأعلى بعد حرف الياء. والآن هيا بنا نكتب اسم مدرستنا ونرى هل به مد بالألف أم لا. نتهجأ. س م م ه، نعم إنه مد بالألف، إنه فتحة ممدودة لأعلى سما. هل رأيتم يا أصدقائي؟ هذه الكلمات جميعا فيها مد بالألف، المد بالألف يكتب ألف ويسبقه حرف عليه فتحة طويلة ويسمى الحرف الممدود. الحرف الذي يسبق المد بالألف يسمى الحرف الممدود. التاء عليها فتحة وتسمى الحرف الممدود. الألف يسمى المد بالألف وينطق فتحة لأعلى طويلة تاج. باب، وهنا الباء هي الحرف الممدود وعليها فتحة. حصان، وهنا الصاد هو الحرف الممدود وعليه فتحة وينطق المد فتحة طويلة لأعلى حصان. كلمة جمال، هنا يا أصدقائي الحرف الممدود هو حرف الميم وعليه فتحة، والمد بالألف موجود بعد حرف الميم. خيار، هنا الحرف الممدود هو حرف الياء وعليه فتحة، والمد بالألف يأتي بعد حرف الممدود. سما، وهنا الحرف الممدود هو حرف الميم الذي يسبق المد وعليه فتحة. لاحظنا يا أصدقائي أن المد بالألف يمكن أن يأتي في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة كما في كلمة سماء. بقية الكلمات الحرف المد بالألف يوجد في وسط الكلمة كما نرى في كلمة تاج، باب، حصان، المد يأتي في وسط الكلمة، ما عدا في كلمة سماء يأتي المد في آخر الكلمة. هيا نقرأ هذه الكلمة ونرى هل بها مد بالألف أم لا. أ، س،
ر ن ب أرنب. أرنب. هل يوجد في هذه الكلمة مد بالألف؟ لا يا أصدقائي، إن الألف في أول الكلمة لا يمكن أن تكون مد. الألف في أول الكلمة تنطق ألف حسب الحركة التي تأتي عليها، يا إما آ أو إي حسب كلمة إبرة أو أو حسب كلمة أم. إنما المد بالألف لا يمكن أن يأتي في أول الكلمة. المد بالألف يأتي في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة فقط. والآن المد بالألف هو فتحة طويلة ممدودة لأعلى، تكتب ألف ويسبقها حرف عليه فتحة، ويأتي المد بالألف في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة فقط، ولا يمكن أن يأتي في أول الكلمة. انتبهوا يا أصدقائي. فلتنتبهوا يا أصدقائي ولنرى هل تستطيع تمييز صوت المد بالألف أم لا. فلنقرأ معا هذا السؤال ونعرف ما هو المطلوب. ضع خط تحت الكلمات التي بها مد بالألف. هيا نتهجأ حروف هذه الكلمات ونقرأها ونميز هل بها صوت المد بالألف أم لا. أول كلمة دراجة. دراجة. نعم، يوجد في كلمة دراجة مد بالألف بعد حرف الراء الذي عليه فتح. دراء. نعم، إنها الفتحة الممدودة لأعلى، والحرف الممدود هنا هو الحرف الذي يسبق المد وهو حرف الراء ويسمى الحرف الممدود. نعم، نضع خط تحت كلمة دراجة بها مد بالألف. هيا نتهجأ الكلمة التالية رومان. رومان. هل استمعتم؟ نعم، يوجد مد بالألف في كلمة رمان، والحرف الممدود هو الحرف الذي يسبق المد وهو حرف الميم وعليه فتحة. نعم، نضع خط تحت كلمة رمان يوجد بها مد بالألف. هيا للكلمة التالية أسد. أسد. هل استمعتم لأي صوت مد في هذه الكلمة؟ لا يا أصدقائي، كما ذكرت لكم سابقا إن المد بالألف لا يمكن أن يأتي في أول الكلمة، بل الألف في أول الكلمة ينطق بصوته حسب الحركات التي عليه. وهنا حرف الألف عليه فتحة فينطق آ، أسد. وهكذا يا أصدقائي، فكلمة أسد ليس بها مد بالألف، ولهذا لن نضع تحتها خط. هيا للكلمة التالية. هيا نتهجأ كأس. 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 هذه الكلمة بها حرف الألف ولكنه ليس ممدودا، مع أنه يأتي في وسط الكلمة لكن حرف الألف عليه همزة فينطق بصوته كأس. كأس. هذه الكلمة ليس بها مد بالألف، وحرف الألف هنا ينطق بصوته وليس بها مد، ولن نضع تحتها خط. الكلمة التالية شو باك. استمعتم؟ شو باك. نعم، في كلمة شباك مد بالألف بعد حرف الباء الذي عليه فتحة، والحرف الممدود هو حرف الباء الذي يسبق المد. نضع خط تحت كلمة شباك بها مد بالألف. هل استطعتم يا أصدقائي أن تميزوا معي صوت المد بالألف وتتعرفون على الكلمات التي بها مد بالألف؟ إنها كلمة دراجة، رمان، شباك. وتعرفنا إن الكلمات التي بها الحرف الألف في أول الكلمة لا يمكن أن يأتي بها المد، والألف عندما يأتي وعليه في وسط الكلمة وعليه همزة لا يمكن أن يكون مد بالألف، ولهذا لم نضع تحته خط. أرجو يا أصدقائي أن تكونوا انتبهتم وتعرفتم على صوت المد بالألف وتستطيعون تمييزه في كل الكلمات.